راحة عماد حطيت اليد الاصبع ايوه بربي المصالح البلديه ما نعرفش يا جماعه الخير لا يندرى اسماء الشوارع مقدسه يعني علاش اكبر شوارعنا خليناهم في الارث الاستعماري القديم لافايات صحيح صحيح شكون لافايات بالنسبه للتوانسه مقارنه بمحمد الدغباش انا مش انا مش لافايات ما الذي يمثله للتونسيين عداء يذكرنا بالحقبه الاستعماريه شارل دوغول والله قاعد اتجول في الفيسبوك طلع لي والله شريط واحد معناها له جامعه يا عماد لا شيء وليد تلقائي محليه ليد تلقائي محليه والله شفتوه لكن اللي قال توا الاخر نهج سميته عليه شارل دوغول ونهج ولي صالح سيدي عبد الله سميته عليه المخو اللي هو رجل صالح راه ولي صالح والاخر سميته عليه شارل دوغول في الواحد باهي خلينا من سيدي عبد الله شوير عليه بالارقام محمد الدغباجي يا رسول الله تم بلد يعني انا اتساءل الجهات يا نجيب والسلطات المسؤوله على التسميه حرام كان نبدلوا وشو حرام اجي نقول لك اللي يغيض فما حاجه هي بارادوكس هذه اهم شخصيه تونس معروف هو حنا بعل ما ثمش نهج في تونس